السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد هنتكلم فيه على طريقة إصلاح الفلاشة وحل كل مشاكلها عن طريق الحل الأفضل والنهائي لكل مشاكل الفلاشات، وهو عمل سوفت وير للفلاشة. هنتعرف مع بعض إزاي نجيب السوفت وير وإزاي نعمل سوفت وير للفلاشة. معانا 4 فلاشات بالشكل ده زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده كده. الفلاشة الأولانية اللي معايا دي فلاشة 32 جيجا بايت. الفلاشة ديت من نوع كينجستون. الفلاشة محمية ضد الكتابة. هنشوف ازاي هنعمل سوفت وير وهل هينفع عليها سوفت وير ولا لأ. والفلاشة التانية فلاشة كينجستون بحجم 16 جيجا، تمام. الفلاشة ديت شغالة، بس لو عندك مشكلة في الفلاشة ديت هقولك ازاي تجيب السوفت وير الخاص بالفلاشة وتعمل لها سوفت وير ومشكلتها تتحل، تمام. والفلاشة التالتة اللي معايا دي فلاشة كينجستون 8 جيجا من النوع المعدن. الفلاشة ديت بتظهر في اول مرة كانت مشكلتها انها ما بتقبلش عمل فورمات، بعد كده بقت بتظهر في نسخة الويندوز بنو ميديا، ما بتظهرش خالص ولا مساحة ولا أي حاجة. برضو هنتعرف مع بعض إزاي نعمل لها سوفت وير وإيه المفاجأة اللي حصلت لما عملت للفلاشة ديت سوفت وير. كل ده هنتعرف عليه في الفيديو. طيب بالنسبة للناس اللي بيقول إن هو مثلا مش عارف يجيب السوفت وير من برنامج التشيب جينيون، مش عارف يعني يجيب بيانات الفلاشة، في طريقة سهلة. لو أنت الفلاشة عندك بتقبل إنها تتفك، ممكن تفك الفلاشة بالشكل ده كده. لو أنت مثلا عندك فلاشة من نوع كينجستون اللي هي الشكل ده، ممكن تفك الفلاشة وتبدأ ان انت تشوف البيانات الخاصة بالفلاشة من خلال الاي سي. بيبقى مكتوب هنا البيانات الخاصة بالفلاشة جوه الاي سي. هنا مكتوب هنا فيجن مثلا 22، مثلا البيانات اللي موجودة هنا 22 5 1 بالشكل ده الفيجن. ممكن تدور على البيانات اللي موجودة في الاي سي وتبدأ تبحث عن السوفت وير في حالة لو البيانات دي ما ظهرتش في برنامج التشيب جينيون اللي هنتعرف عليه في الفيديو، تمام. هنبدأ بقى ايه، نبدأ مع بعض الفيديو. قبل ما نبدأ الشرح ما تنساش لايك والاشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ الفيديو. في البداية هنبدأ ننزل برنامج التشيب جينيوس. وظيفة البرنامج معرفة البيانات الخاصة بسوفت الفلاشة اللي فيها المشكلة واللي بيكون مطبوع في قلب الاي سي الخاص بكل فلاشة. هنبدأ ننزل البرنامج، نكتب فيه محرك البحث تشيب جينيوس بالشكل ده، وبعد كده ادخل على موقع اليو اس بي ديف دوت ار يو، واختار من هنا لتحميل اخر اصدار من البرنامج. زي ما احنا شايفين كده يظهر لي 4.21، ده اخر اصدار من البرنامج. ابدأ احمل ملف المضغوط. هيطلب مني باسورد. باسورد فك الضغط بيبقى زي ما احنا شايفين كده usb.dev.ru، ممكن انسخه بالشكل ده، هو موجود في الموقع. بعد كده ابدأ افك الضغط عن البرنامج بالشكل ده كده، واكتب الباسورد واضغط على اوكي. هيبدأ يفك لي الملف المضغوط. هنبدأ ندخل على البرنامج الفولدر بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بعد كده ببدا اوصل الفلاشه اللي فيها المشكله. اول فلاشه معايا الفلاشه الكينج ستون اللي هي 16 جيجا اللي احنا شفناها في اول الفيديو، ودي طبعا شغاله ما فيهاش اي مشكله. لو دخلت مثلا على زيز بي سي هلاحظ ان الفلاشه بتفتح معايا وشغاله ما فيهاش اي مشاكل. بس هقول لك طريقه ان انت لو قابلت مشكله في الفلاشه ازاي تعمل لها السوفت. هنرجع للفولدر الخاص ببرنامج التشيب جينيوس. كليك يمين ورن از ادمنستريتور. طريقة عمل البرنامج ان هو بيعرض لي البيانات الخاصة بكل فلاشة. في حالة لو ما لقيتش البيانات الخاصة بالفلاشة اللي عندك، ممكن تفك الفلاشة وتشوف الاي سي الخاص بالفلاشة والبيانات اللي مكتوب عليه. افضل طريقة طبعا عشان ابحث عن السوفت بطريقة سهلة، ممكن اقوم جاي ضغط كليك يمين على البيانات دي بالشكل ده كده واخد منها نسخة. اهو كده خد نسخة منها. بعد كده ببدأ اشغل مثلا، افتح مثلا ملف تكست بالشكل ده، وابدأ اعمل تعديل على حجم الخط بالشكل ده، واختار بولد و22 وكليك يمين وباست، وبعد كده احفظ البيانات دي يكون اسهل لي من التشيب جينيوس. اقوم جاي ايه اتعامل معاه هنا اسهل. بعد كده ببدأ ان انا افتح موقع اليو اس بي ديف زي ما احنا شايفين كده يو اس بي ديف، وبعد كده بختار من هنا الماي فلاج ديفايس. وبعد كده بيفتح لي الرابط ده بالشكل ده كده، اقدر من خلال مربع البحث ده ابحث عن السوفت الخاص بالفلاشة اللي عندي عن طريق ان انا
بركز هنا على اهم حاجة اللي هو الكنترولر فيندر فيجن والكنترولر بارت نمبر البي اس 22 51 67. انا ممكن انسخ الجزء ده كده اللي هو البي اس 22 51 67 وكليك يمين وكوبي، وبعد كده في مربع البحث ده كليك يمين وبسط واضغط على سيرش، هيفتح لي الواجهة بالشكل ده. ممكن تضغط على كل رابط من الروابط اللي طلعت دي لحد ما توصل للسوفت الخاص بالفلاشة. انا بالنسبة لي بحثت في كل الروابط لقيت ان السوفت موجود في الرابط اللي مكتوب عليه ام بي اول فيرجن 513 0 سي بالشكل ده، بضغط عليه بالشكل ده كده. بعد كده ببدأ ان انا يفتح لي صفحة، من الصفحة في مجموعة سوفتات للفلاشة اللي عندي. ممكن مثلا أبدأ ما أختار آخر إصدار اللي هو بيبقى فيه تجميع لأكبر عدد من السوفتات، ببدأ أنزل مثلا الملف المضغوط ده بالشكل ده كده، وبعد كده أبدأ أفك الضغط عن الملف المضغوط زي ما احنا شايفين كده. أبدأ أفك الضغط عنه، هينتج لي الفولدر بالشكل ده، هينتج لي الفولدر، أفتح الفولدر بالشكل ده كده، وبعد كده ابدا ان انا اشغل السوفت الخاص بالفلاشه عن طريق اللي بختار من هنا الام بي اول بالشكل ده كليك يمين، واختار من هنا ران از ادمنستريتور، واكون موصل طبعا الفلاشه. طبعا هنا مش عارض لاي حاجه، كل اللي انا بعمله بختار من هنا ابديت بالشكل ده ابديت، بيبدأ يعرض لي البيانات الخاصة بالفلاشة وكاتب لي الاي سي وكل البيانات الخاصة بالفلاشة. لو لقيت البيانات متطابقة مع ملف التكست اللي عندي هنا خلاص بعمل سوفت للفلاشة. لو الفلاشة عندك فيها مشكلة طبعا بياخد وقت طويل، لو الفلاشة حجمها كبير فطبعا انت بتنتظر لحد ما يديك رسالة تأكيدية ان الفلاشة تم عمل لها سوفت بنجاح، عن طريق ان انا بضغط طبعا على ستارت. بس انا طبعا مش هضغط على ستارت لان الفلاشه سليمه ومش محتاجه للسوفت وير، يبقى بضغط ابديت بيتعرف على الفلاشه، وبعد كده بضغط على ستارت ويبدا عمليه السوفت وير والفلاشه بترجع تشتغل طبيعي تاني من غير اي مشكله. هننتقل بعد كده للفلاشه اللي محميه ضد الكتابه الكينجستون بحجم 32 جيجا ونشوف هيحصل ايه مع بعض. هنبدأ نركب الفلاشة المحمية ضد الكتابة بحجم 32 جيجا كينجستون. هنشوف الفلاشة مع بعض بالشكل ده، كليك يمين وفورمات وستارت واوكي. زي ما احنا شايفين الفلاشة ذا ديسك از رايت بروتكتد بالشكل ده كده تمام. هنبدأ نجرب أقوى برنامج لحل مشكلة الفلاشة المحمية ضد الكتابة والفلاشة اللي متقبلش عمل فورمات، وهو برنامج الـ RM بريب USB. البرنامج ده أنا كنت شرحته، رابط الفيديو هسيبهولك في صندوق الوصف بشكل شرح تفصيلي للبرنامج. هنبدأ نفك الضغط عن البرنامج، وبعد كده ندخل على البرنامج بالشكل ده كده وكليك يمين ورن أز أدمنستريتور. هنختار من هنا الفلاشة، بعد كده اختار من هنا الدرايف، ومن درايف هختار من هنا كلير ريد اونلي بالشكل ده، واضغط على حرف الواي واضغط على انتر. هيجيب لي هنا ان هو هيحاول ان هو يمسح الموضوع الحماية ضد الكتابة، وان هو يحاول يصلح الفلاشة. لو اتصلحت ماشي، ما اتصلحتش هنحاول نعمل لها سوفت وير كده. هو جايب رسالة ان هو حاول ان هو يمسح بس تقريبا ما قدرش انه يمسح الحماية. فهندخل على الفلاشة من تاني كليك يمين وفورمات وستارت واوكي، نفس المشكلة برضو ريد اونلي تمام. طيب هنبدأ بقى نبحث عن سوفت وير للفلاشة. هنختار من هنا التشيب جينيوس بالشكل ده، ونبدأ ندخل على الفلاشة بالشكل ده كده. هيبدأ يجيب لي البيانات الخاصة بالفلاشة، كليك يمين، هنبدأ ناخد نسخة من البيانات دي وننسخها في ملف تكست، كليك يمين وباست تمام. هنبدأ بقى نعمل حفظ مثلا من هنا، هنبدأ نبحث عن البيانات من خلال كنترولر بارت نمبر. هنختار من هنا الرقم كنترولر بارت نمبر، وبعد كده نفتح جوجل كروم ونكتب الكنترولر بارت نمبر ونكتب جنبه يو اس بي ديف. هيظهر لي كذا كذا رابط، مثلا ممكن نختار اول رابط بالشكل ده ونتاكد من موقع اليو اس بي ديف لان هو فيه اغلب السوفتات الخاصه بالفلاشات. فنختار من هنا نفتح الموقع بالشكل ده، وبعد كده هنبدا نختار من هنا الفيجن ام بي اول.
هيجيب لي كل السوفتات الخاصة من هنا، وهنلاحظ انها نفس الصفحة اللي فتحت مع الفلاشة 16 الكينجستون السمراء. نختار اخر اختيار من هنا اللي هو الاصدار 13 5 13 بالشكل ده اللي احنا كنا نزلناه قبل كده، تمام. وبعد كده نبدأ نفتح ننزل ملف المضغوط، وبعد كده نفك الضغط، وبعد كده نبدأ نحاول نعمل سوفت وير للفلاشة عن طريق ان انا بختار من هنا يكون التشغيل السوفت، كليك يمين وران از ادمنستريتور. زي ما احنا شايفين كده بقوم جاي ضغط على ابديت من هنا بالشكل ده، هيبدأ يظهر لي الفلاشة والبيانات الخاصة بالفلاشة. هنبدأ نعمل محاولة لعمل سوفت وير للفلاشة. في حالة لو المحاولة دي فشلت ومرضيش يعمل سوفت وير، يبقى كده محتاج ان الاي سي الخاص بالفلاشة يتحط فيه مبرمجة ويتعمل إعادة شحن للفلاشة بالسوفت وير الخاص بيها. أو طريقة تانية، لو عندك فلاشة مثلا تانية اتكسرت أو فيها حاجة، ممكن تاخد السوفت بس الأي سي نفسه وتنقله عن طريق الهوت إير على نفس الفلاشة ديت اللي هي السليمة وهيشتغل معاك. هنبدأ نعمل أبديت، ومن أبديت بعد كده بختار من هنا ستارت، وهنبدأ نعمل نحاول إن احنا ننزل السوفت للفلاشة بالشكل ده. هنلاحظ هنا ان هو هيبدأ ان هو يتبرمج ويحاول ينزل السوفت بالشكل ده، ولكن جاب لي كود خطأ بالشكل ده كده ان هو مش قادر يعمل السوفت للفلاشة المحمية. وبالتالي الحل التاني هيبقى حل ان هو الهاردوير، ان انت تعيد شحن او تشحن الفلاشة دي من تاني بالسوفت الخاص بيها، او تنسخ الاي سي دوت او تحطه فيه، تشيله مثلا من الفلاشة قديمة وتركبه في الفلاشة اللي عندك. هننتقل بعد كده للفلاشة التالتة اللي معايا، فلاشة كينجستون بحجم 8 جيجا مش بتقبل عمل فورمات، وهنشوف حصل ايه مع بعض. هنبدأ نركب الفلاشة التمانية جيجا الكينجستون المعدن، ونبدأ نشغل برنامج التشيب جينيس بالشكل ده، وننسخ البيانات اللي موجودة في البرنامج في ملف التكست بالشكل ده كده. وبعد كده نختار من هنا كنترولر بارت نمبر ال FC1179 من هنا بالشكل ده، وبعد كده نفتح جوجل ونكتب الكود ده اللي هو ال FC1179. هنختار اول موقع معانا USB ديف، نفتحه بالشكل ده كده. وبعد كده هنلاحظ هنا انه جايب لي اداة فيها مجموعة سوفتات للبيانات اللي انا عرضتها على جوجل. هنختار من هنا اخر اصدار للاداة بالشكل ده زي ما احنا شايفين اللي هو تاريخ 1/6/2022. نبدأ نحمل الرابط المضغوط، بعد كده ببدأ افك الضغط عن الرابط، هنتجلي الفولدر بالشكل ده واكون موصل الفلاشة. عيب الفلاشة انها كانت في الاول ما بتقبلش عمل فورمات، وبعد كده لما دخلت على الفلاشة ما بقتش بتظهر على، كانت الجهاز يحس بيها بس ما بتظهرش البيانات بتاعتها. لو دخلت على الديسك مانجمنت بلاحظ هنا ان واخد رمز بس جايب لي هنا نو ميديا زي ما احنا شايفين كده نو ميديا، تمام. هبدأ ان انا اشغل الاداة اللي هو الملف اللي احنا نزلناه بعد ما فكيت الضغط من عليه. اختار من هنا اول اختيار ال FCMB Tools، كليك يمين وران از ادمنستريتور، واضغط على اوكي من هنا. هيبدأ يجيب لي الواجهة بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين قدامنا. الاداة اللي زي ديت ليها شوية خطوات كده لازم تعملها قبل ما تعمل الفلاش عشان تضمن ان تطلع النتيجة مظبوطة. زي ما احنا شايفين اول حاجه جايب لي هنا اللوك بورت فيل، فطبعا هنا هختار من هنا اللوك بورت بالشكل ده. هختار اول اختيار اللي هو اوردر انسرت عشان يبدا يتعرف بشكل طبيعي على الفلاشه عندي، تمام. بعد كده بختار من هنا سيتنج بالشكل ده سيتنج، ومن سيتنج بختار من هنا اوكي بطلب باسورد، طبعا هو لو ضغطت على اوكي بيفتح عادي. بيجيب لي مجموعة بيانات للفلاشة، أنا اللي يهمني البي أي إن لملف السوفت، وهنا السوفتات اللي بيدعمها الأداة من أول حجم مثلا 120 ميجا بايت اللي هو البن 11 لحد البن 1 اللي هي تقريبا 11 900 ولا 119 ألف ميجا بايت تقريبا، دي 128 جيجا حاجة زي كده، تمام. هنبدأ بقى علشان الفلاشة عندي جربت برضو فلاشة قبل كده كانت 8 جيجا، ولما عملت لها سوفت بقت 4 جيجا، فلو الفلاشة سليمة ومية مية تمام هياخد ال 8 جيجا وهتبقى 8 جيجا تاني. لو الفلاشة أصلا فيها مشكلة هياخد الجزء السليم منها ويحط السوفت عليه، يعني مثلا لو الفلاشة 8 والجزء ونص الفلاشة فيه مشكلة هيبدأ إن هو يعمل لي الفلاشة يحولها من 8 جيجا ل 4 جيجا.
فاحنا ممكن نعمل محاولة ان احنا نقول له خد الـ 8 جيجا وحطهم اجباري، مش ان هو يختار بمزاجه من اي اختيار من دول، عن طريق ان انا بقف على اول سوفت من هنا بالشكل ده واضغط على مفتاح الديليت من الكيبورد زي ما هو قايل لي هنا، لان الفلاشة 8، فانا هقول له خد سوفت الـ 8 وشوف بقى هيوصل يديني لحد كام، يديني 5 جيجا 6 جيجا لو الفلاشة مثلا تقبل، لان الفلاشة خلاص ضايعة مش شغالة خالص. فاختار من هنا ديليت، وبرضه اقف على البن 10 اللي هو ال 220 ميجا، وكل بنفس النظام على كل البنات بالشكل ده، هنا اللي هو 4 دي ال 4 جيجا همسحها برضه، وهنا اللي فوق ده برضه همسحه، واسيب بس الايه ال 8 جيجا اللي هي ما يعادل 7680 ميجا بايت اللي هي ال 8 جيجا. تمام، لو انت مش عارف تعملها فتقوم جاي ضارب المساحة بتاعت الفلاشة في 1024، وطبعا بيديك بقى قيمة تقريبية مثلا 8000، فده طبعا بيبقى التقريب 7680. فانا بقول له ان الفلاشة اللي عندي هي 8 جيجا وخد السوفت اللي هو ال 8 جيجا. بعد كده بضغط على اوكي، بعد كده بضغط على ستارت، يبقى انا قلت له خد السوفت اللي هو ال 8، وبعد كده اضغط على ستارت من هنا، هيبدأ ان هو يعمل اسكاننج للفلاشة، بيعد من 1%. العملية دي ممكن تاخد لها من 15 دقيقة لنص ساعة على حسب حجم الفلاشة. انتظر طبعا لحد ما يخلص عملية الاسكان وعمل السوفت وير، وبعد كده هنشوف برضو شكل الفلاشة مع بعض. زي ما احنا شايفين كده، بعد ما قعد حوالي 25 دقيقة جاب لي الرسالة دي، وجاب لي علامة السي من هنا كومبليت بالشكل ده، وجاب لي سكسيد ان هو عمل اصلاح للفلاشة ونزل السوفت بنجاح. تمام، هنيجي بقى ندخل على كليك يمين على زيز بي سي ومانج، ونشوف الفلاشة الـ 8 بقت مساحتها قد ايه. زي ما احنا شايفين قدامنا كده، كليك يمين وبروبرتس على الفلاشة، الفلاشة بقى حجمها حوالي 5 جيجا و500 ميجا بايت، يعني اقل من الـ 8 جيجا. 8 جيجا بتبقى صافي حوالي 7 جيجا، فتمام يعتبر ده افضل. لكن لو انا كنت سبت الاختيارات اللي هي الـ 4 جيجا، وده هيبدأ يختار الـ 4 جيجا ويحول الفلاشة تبقى مساحتها 3 جيجا ونص، فالافضل ان انا اقول له اختار اللي هو السوفت الـ 8 جيجا، علشان حتى لو ما جابش الـ 8 جيجا بسبب فيه مشكلة في الفلاش او حاجة، يجيب لي حتى ايه المساحة تكون كبيرة شوية بدل ما تكون ايه 4 جيجا او 3 جيجا ونص. تمام، هنبدأ بقى نقفل البرنامج كده اكزيت، ندخل على الفلاشة، كليك يمين واي فورمات للفلاشة وستارت واوكي، هتبدأ الفلاشة نفرمطها، تبدأ تتفرمط معايا عادي من غير أي مشكلة. ولو نسخت أي حاجة على الفلاشة وليكن الملف ده كده مثلا، هتبدأ تتنسخ معايا عادي. تمام، زي ما احنا شايفين قدامنا كده وبشكل سريع كمان. وبكده عرفنا ازاي نعمل سوفت وير لأكتر من نوع من الفلاشات بطريقة سهلة. في نهاية الفيديو أتمنى يكون الشرح عجبكم، ولو عجبك الفيديو متنساش تنساش لايك والاشتراك في القناة، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.